انضمام امام عاشور للنادي الاهلي والم جديد لمرتضى منصور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي المشجع. صفقات النادي الاهلي الحصريه، امام عاشور اقرب الى النادي الاهلي من اي وقت مضى. امام عاشور، النادي الاهلي يبدا التحدث مع ميتلاند الدنماركي بشان امام عاشور بعد موافقه امام عاشور بالانتقال للنادي الاهلي. الاهلي يتحدث مع ميتلاند الدنماركي من اجل استعاره امام عاشور لمده موسم بنيه البيع. النادي الاهلي بدا التحدث مع امام عاشور، امام عاشور ابدى موافقته بالانتقال الى النادي الاهلي والامر متروك لميتلاند الدنماركي. امام عاشور هتقول لي ده شتم، هتقول لي ده عمل، انا منتظر امام عاشور في النادي الاهلي بفارغ الصبر مش عشان حاجه، منتظر امام عاشور في النادي الاهلي علشان خاطر الصوره دي. لما مرتضى كان بيقول له احلف ان انت مش هتروح النادي الاهلي، احلف ان انت مش هترجع على النادي الاهلي، فيبقى اصبح النادي الاهلي عمل احسن كوبري لاصغر مؤلف قانون في الدستور المصري مرتضى بهلول، مرتضى منصور. وباذن الله امام عاشور متواجد في النادي الاهلي بالعند في مرتضى منصور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.